السلام عليكم. ازاي نعمل العلامة بتاعت الهاتش ديت في قلب الحيطة او في قلب الفلور او كده؟ طيب خلينا نرسم حيطة اهو بالشكل دوت. اغير التوب بتاعها لليفل 2، وبعد كده عشان ارسم هروح لانوتيت واقول له انا عايز ارسم انستوليشن من هنا لحد هنا، وبعد كده اغير السايز بتاعها مثلا 140 مثلا، بيبقى بالشكل ده.